ينضم إلينا من الخرطوم عبر الهاتف الصحفي محمد عبد العزيز، كذلك من الخرطوم ينضم إلينا الصحفي عطاف محمد. أبدأ معك أستاذ محمد عبد العزيز ونطلع معك على آخر المعلومات، كيف هو الوضع اليوم في العاصمة الخرطوم مع معلومات حول تجدد الاشتباكات في عدد من المواقع؟ بفضل الله نهاركم بكل خير. سأتحدث عن الأوضاع في مدينة أم درمان الجزء الغربي من العاصمة. الأوضاع كما أشرت بدأت يعني هناك حالة من الهدوء الحذر بعد طلعات جوية في مناطق محيط الإذاعة والتلفزيون بحي الملازمين وفي منطقة ود البشير اللي هي مدخل مبدا والأحياء المتاخمة في الصالحة والفتيحات، وهناك عدد من سيارات الدعم السريع تنتشر في هذه المنطقة وتحاول التصدي للطائرات والطلعات الجوية عبر استخدام مضادات الطائرات. هذا هو الوضع بشكل عام في مدينة أم درمان. أتحول إليك أستاذ عطاف ونطلع معك إن كان لديك معلومات حول الوضع داخل العاصمة بعد أن اطلعنا على الوضع في غربي الخرطوم. الوضع حقيقة يعني هو هدوء حذر، لكن قبل أقل من نصف ساعة لأن كان حصل اشتباك في صحافة وصنع انفجارات عديدة. أيضا المعركة الآن التي انجلت قبل ساعة ونصف الآن في حي بري شرق المطار بري المحس ضرب بقرب من مسجد، هنالك العديد من الجثث لقوات الدعم السريع، وقال أن قوتين منهما اشتبكتا مع بعضهما البعض ما لا يقل عن 13 جثة. تضرر عدد من المنازل في تلك المنطقة، هنالك نهب منظم أيضا لهذه الأحياء مع وجود الدعم السريع فيه نسبة لخروج عدد كبير جدا من 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 السكان. أيضا الآن حزب الأمة أيضا بعث ببيان دان فيه ما سماه عودة النظام السابق بقوة للمشهد، وقال حملهم مسؤولية الحرب الدائرة ما بين الدعم السريع وما بين الجيش السوداني، وقالوا أن هذا الأمر ظهر في بيان أحمد هارون وخروج قادة نظام الإنقاذ من سجن كوبر، وطالبوا بضرورة التصدي ولهذه من أجل عدم عودة الفلول، وطالبوا أيضا القوتين بالوقوف وإنهاء هذه الحرب العبثية. تمام، هذا في أبرز ردود الفعل ربما على مسألة الهجمات على السجون. أعود إليك أستاذ محمد، الوضع الإنساني اليوم في أم درمان هل شهد أي تحسن؟ بشكل عام الأوضاع في أم درمان خاصة في المناطق الشمالية والغربية في منطقة محلية كرريف ومحلية أم مدة بشكل عام الأوضاع مستقرة بشكل كبير، الخدمات متوفرة، بدأت محطات الوقود في العمل بشكل تدريجي وسط صفوف طويلة من السيارات والمركبات التي تتطلع للحصول على الوقود بعد انقطاع لأكثر من 10 أيام أو ممكن أكثر من 10 أيام منذ اندلاع الأحداث في 15 أبريل. المتاجر ما تزال مفتوحة أبوابها، هناك ارتفاع بسبب مزالة عدم توفر الوقود، هناك ارتفاع في السلع الموجودة في البغالات، لكن بشكل عام السلع والخدمات متوفرة في هذه المنطقة من المدينة. أستاذ عطاف أعود إليك في مسألة أيضا يعني طبعا عمليات الإجلاء خلال الأيام الماضية، ولكن أود أن أسألك عن حركة النزوح هل تزال يعني نشطة في العاصمة؟ بلا شك حركة النزوح تزداد يوما بعد يوم، يعني أصبح نزوح إلى الولايات ونزوح إلى ثمة بعض الأحياء الصرفية التي يعني لم تصلها أتون الحرب قليلا في العاصمة، أو ما 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 نسميه إجلاء تام يعني عبر اللجوء إلى دول الجبار، بالأخص اللجوء إلى مصر في شمال السودان أو إلى أثيوبيا في 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 شرقية السودان. من أثيوبيا فتحت أيضا حدودها بعد أن كانت مغلقة وفرضت حسب الإخوة السودانيون الذين هاجروا إليها فرضت رسوم تأشيرة في المعبر البري قيمتها $80 تدفع نقدا. ايضا النزوح بصوره كبيره جدا في الى ولايات الجزيره، بل ان
الإخوة من جنوب السودان طبعا كان شعب واحد عقب الانفصال. الآن عادوا في عودة عكسية، معارفنا كثير الذين نعرفهم يعني حدثونا عن رجوعهم إلى وطنهم، وهم يعني يخشون من أتون هذه الحرب، عانوا منها كثيرا في الجنوب، والأمر بالنسبة لهم مرعب جدا. الحرب اللعينة لا يريد أحد تكرارها ومشاهدتها مرة أخرى إنعاشها. أيضا هنالك هجرة كبيرة جدا من السوريين من العاصمة، وهم طبعا كسر بعشرات الآلاف. السودانيون كان فتحوا لهم الأراضي والإجداد، كانت رحلات كبيرة جدا مسيرة من أمام الحرب السورية من دمشق إلى الخرطوم، ودخولهم يتعاملوا كمواطنين السودانيون. فالآن هاجروا أيضا إلى مصر وإلى أثيوبيا، حركة المركبات الكبيرة لنقل الأرواح ازدياد المعابر الاثنين كارجينو في قسطل، يعني في هنالك عشرات المركبات الكبيرة والمركبات الخاصة التي تود الدخول إلى 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 الحدود هنالك. البعض ينتظر الفيزا في حلفة حتى يذهب عبر البحر إلى أسوان، ومن ثم يواصل المسير إلى الـ 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 إلى القاهرة. شكرا للصحفيين عطاف محمد وأيضا لمحمد عبد العزيز من الخرطوم على هذه المداخلة والمعلومات.